ستية فقرة أطفال فقرة كبار أو أجداد وساعة هزار مع شريف فقرة دينية كمان أضراب كل ده في ساعة مع شريف عم محور ستيات زهقان من البرامج عايز برنامج تمام زهقان أجل مرة عايز تعلم المدام بنقول كلام مفيد ما بنقولش أي كلام ساعة مع شريف عم محور ستيات أنا قلت ساعة مع شريف عم محور ستيات بتشوفوا كل العيلة وبابا وماما والمدام شيفات من كل العالم يديهم مطبخك للأمام معاك من البداية من الطعمية كمان موضة والأزياء مع شريف نفتح الباب معانا خطوط الموضة بالبرمودة للحجاب أرجوك يلا بينا من البداية واحد من تلاتة أربعة لو عايز الكل يشوف من تخينة للرفيع طب ليه كل يوم أكل جاهز بكر أو هوت دوك وتلاقي معدتك قلب عليك كأنك راكب توك توك قاعد مع دول شيء ممكن كمان سنوب توك كمان فقرة أيروبكس واحد اتنين هوب هوب هنكمل مع شريف أيوة طبعا هنكمل أنا لازم أمشي دلوقتي عشان ما أكونش مطول مفيش كلام تاني يتقال اللي اتقال خلاص يلا جاوبني على السؤال زهقان من البرامج عايز برنامج تمام زهقان اكل مرة عايز تعلم المدام بنقول كلام مفيد ما بنقولش اي كلام ساعة مع شريف عم محور ست ايام عم محور ست ايام عم محور ست ايام ست ايام ساعة مع شريف عم محور ست ايام